عندنا خبر آخر من اليوم السابع. احنا مش لسه قريب كده من قد كام اسبوع كنا بنحتفل ان احنا بقينا 90 مليون؟ ان شاء الله كده كمان كام اسبوع هنحتفل ان احنا بقينا 91 مليون. من اليوم السابع الاحصاء، مصر تصل الى 91 مليون نسمة خلال اول رمضان المقبل. قال مستشار محمد عبد الجليل، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الساعة السكانية لحصر أعداد المصريين بالداخل ستصل إلى 91 مليون نسمة في أول شهر رمضان المقبل، أي يوم 6 يونيو القادم بإذن الله في تمام الساعة 10 مساء. وأوضح عبد الجليل خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج معدلات الزيادة السكانية أمس السبت، إن التراجع في معدلات النمو في عام 2015 أولى الخطوات على النهج السليم لمواجهة هذه المشكلة التي تنعكس على المستوى الاقتصادي ومستوى معيشة الفرد. ومن جانبه أعلن اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل الزيادة الطبيعية للسكان خلال عام 2015 إلى 2.4 بعد أن كان قد بلغ 2.55% خلال عام 2014، لافتا إلى أن هذا التراجع يعتبر الأول منذ عام 2005 لكل محافظات الجمهورية. يعني أول مرة من سنة 2005 نسمع أنه في سنة قفلناها عدت علينا يكون فيها تراجع حتى لو بسيط. النسب بنتكلم في أنها نازلة يعني من 2.55 ل 2.4، فبنتكلم في نقصان بسيط، بس الحمد لله مش زايدين قوي. تعالوا نشوف مع بعض هذا التقرير عن المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج معدلات الزيادة السكانية في هذا التقرير. النهارده في المتابعه، المجلس القومي للسكان بيراقب على او بيتابع على هذه الوزارات والهيئات دورها انه فعلا بيفعل، وانا اعتقد ان ده سبب رئيسي ان احنا النهارده ابتدى يبقى في عندنا مخرجات طيبه او مؤشرات في مدلولها انه في احنا في طريقنا للتحسن. كل ما عظمنا الترابط بين هذه الوزارات والهيئات كل ما كانت النتيجه هتبقى افضل. احنا عندنا تكاتف ما بين كل الجهات بتقوم على هدف واحد، وهو التوعية بمخاطر الزيادة السكانية، التوعية بمخاطر الإنجاب الكثير، توعية بأهمية المباعدة بين الولادات. احنا بنقول ان الست صحتها وصحة طفلها بتعتمد على المسافة اللي ما بين كل حمل والآخر عشان تسترد فيه صحتها. احنا عندنا قطاع اسمه قطاع الطب الوقائي، المسؤولية دي بالكامل بتقع على عاتقه في كل مكاتب الصحة والوحدات اللي بتقوم بأعمال مكاتب الصحة، تسجل بيانات المواليد والوفيات فيها، وهي اللي بيفروض ان احنا من خلال البيان المنتج دوت احنا بنمد بيه كل الجهات اللي بتستخدم البيان دوت من خلال مركز المعلومات. الوعي السكاني في مراحل مختلفة كان بيؤدي الى تحقيق الاهداف، يعني في فترة الثمانينات وفي اوائل التسعينات كان معدل النمو حوالي 1.9، زاد بعد كده. مش اذا معنى كده ان احنا لما بنكون عايزين نحقق الهدف بنقدر نحققه بصرف النظر عن وجود قانون ولا لا. وزارة الصحة والسكان والمجلس القومي للسكان استهدفوا المحافظات اللي كانت بتجيب لنا أكبر عدد من هؤلاء المواليد، وخاصة في محافظات الصعيد وفي البحيرة من بحري، بحيرة من بحري ومعظم محافظات الصعيد وخاصة الفيوم، واستهدفوهم بأنهم وفروا خدمات تنظيم أسرة بشكل أكثر فعالية، لأن طبعا لما يبقى عندك شيء سلبي وتعرف إيه الأسباب فأنت بتروح على المناطق اللي حصل فيها أكبر تأثير وتعالجها، وده اللي حصل. مجلس قومي السكان حط استراتيجية قومية للسكان 15-30، استراتيجية قومية بتهدف إلى خفض معدلات النمو السكاني وتحسين مستوى معيشة الفرد والعمل على تحسين الخصائص السكانية، لأن في علاقة كبيرة جدا بين خصائص المجتمع والنمو السكاني. كلما ازداد تعليم الفرد كلما تحسن اتجاهاته وأفكاره تجاه مفهوم الأسرة الصغيرة.